لمزيد من التفاصيل حول تعامل الحكومة في العراق مع هذه الأزمة الاقتصادية ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير ومشاهديكم الكرام. وأنتم بألف خير دكتور. كيف تقيمون تعامل الحكومة مع هذه الأزمة الاقتصادية التي خلفها انهيار أسعار النفط وكذلك تفشي وباء كورونا، سواء من حيث تخفيض رواتب الموظفين، تسريحهم، أو حتى عدم تسليم الرواتب في الأشهر الأخيرة؟ أنا باعتقادي أن هذه الأزمة المالية اللي تمر الآن على العراق هي ناتجة عن الوضع الصحي والكارثة اللي يمر بها العراق صحيا بالنسبة لكورونا، وبنفس الوقت انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى أنه يدعو إلى السيد علي علاوي للسفر إلى السعودية بطلب من الكاظمي من أجل الاستدانة، لأنهم مهددون الآن بعدم صرف مرتبات الشهر القادم، وميزانية العراق أصبحت ميزانية خاوية نتيجة السرقات والنهب الذي هو بلغ للحد اللي تفرغ هذه الميزانية من كل ما موجود من مدخولات النفط والقضايا الأخرى، والاعتماد الكامل الحقيقي على هذه الموازنة هو بالأساس غير منطقي، لأنه من الإمكان أن نستوعب قضية الزراعة والصناعة، وهنا ممكن الاعتماد على المنتج العراقي زراعيا وصناعيا. نعم. وعدم الاعتماد على دول الجوار وخاصة إيران بأنه تستفيد من المدخولات العراقية التي تأتي عن صرف عملة أجنبية لهم بالدولار. وبالتالي أنه سفر علي علاوي إلى السعودية أنا باعتقادي هو له طابعين، الأول سياسي، يريدون أن يقولون أنه العراق في هذه الفترة يريد تحسين علاقاته مع المنظومة العربية، وبالتالي عدم الاعتماد على إيران. لكن إيران لديها الآن داخل العراق من القوى الميليشياوية والأحزاب الدينية ما تطمئن لوجودها، ولذلك هي تفرض إرادتها على هذا الوضع القائم. دكتور، وبالتالي المطلوب من رئيس الوزراء أن يتخذ موقف صارم اتجاه هذه القضية بالاعتماد على الشعب العراقي وعلى قواه وليس على إيران وغيرها. نعم، في ظل تصريحات أيضا، كان هنالك تصريحات لعلاوي تحدث فيها عن استمرار العلاقات مع حلفاء آخرين في المنطقة، وكان يقصد بذلك إيران. إلى أي مدى تظن أن حكومة الكاظمي ستوفق في إدارة علاقاتها في المنطقة جيوستراتيجيا واقتصاديا أيضا؟ أعتقد أنه الكاظمي يريد أن يوفق بين اتجاهين، الأمريكي من جهة والإيراني، وبالتالي هو يرضخ حاليا لكل ما يطلب منه من قبل أحزاب المحاصصة داخل وجودهم في حكومته الحالية، وهو سبقا وعد الشعب العراقي بأنه سوف يسلك سلوك آخر غير السلوك الذي قامت به الحكومات السابقة، حكومة عادل عبد المهدي وحكومات أخرى من 2003 لحد الآن، بأن يأتي بكوادر مستقلة غير منتظمة في هذه الأحزاب. وباعتقادي أنه هو لا يمكن أن إلا يعتمد على هذه الأحزاب، وبالتالي الاعتماد على إيران عن طريق هذه الأحزاب لتنفيذ مخطط رهيب ومأساوي لضرب انتفاضة شعبنا، انتفاضة التي يقوم بها حاليا، والذي يطالب بعودة كل ما سرق ونهب من الدولة.
لأنه العراق هو المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت دكتور، إلى أي مدى تتوقع أن حكومة الكاظمي ستوافق على الشروط التي ستفرضها دول العربية للتحجيم من الدور الإيراني في العراق؟ أنا باعتقادي أنه ما راح توافق. ليش؟ لأنه هي نفسها حكومة الكاظمي واقعة تحت ضغوط ميليشياوية وأحزاب دينية، هي جاءت من إيران مع المحتل من أجل تثبيت أقدامها في العراق، وبالتالي أنا أقولها بصراحة أن حكومة الكاظمي تريد أن توفق بين علاقتها مع إيران وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.